السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا مرحبا بكم على شاشة قناة الندى. أحييكم وعلى الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامج العيادة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر به إلا المرضى. إذا شعر مريض بعرض لمرض فليسارع بالذهاب إلى الطبيب، فإن الطبيب هو الذي يشخص الداء ثم يصف الدواء الذي يكون فيه الشفاء بإذن رب الأرض والسماء. النهارده نتواصل مع الدكتور خالد العطيفي، استشاري جراحة المناظير والحقن المجهري وأمراض النساء، في موضوع دور المناظير في علاج تأخر الإنجاب. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن منظار البطن، وعرفنا منظار البطن بيشوف إيه بالضبط. يمكن بيشوف منظار البطن الرحم من الخارج، لكن هناك منظار آخر هو منظار الرحم، يعني بنشوف الرحم من الداخل، بنشوف ايه المشاكل التي تعيق هذه السيدة من الانجاب. دور المناظير دور هام وفعال جدا، وهو من وسائل علاج تأخر الانجاب الحديثة اللي فعلا كل الناس اجمعت ان المنظار له دور فعال في علاج تأخر الانجاب. سيدني وشرفني مرة اخرى ان ارحب بضيفي الدكتور خالد العطيفي، استشاري جراحة المناظير والحقن المجهري وامراض النساء. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طبعا زي ما قلت في المقدمة بتاعتي ان احنا تكلمنا وتحدثنا عن منظار البطن. بالظبط. وقلنا ان منظار البطن بنشوف الرحم من الخارج. طب ما في مشكلة اللي هو الرحم بقى من الداخل. ايه الامراض اللي ممكن تكون موجودة او المعوقات التي تعيق هذه السيدة من انجاب، ونقدر ان احنا نشخص عن طريق هذا المنظار؟ طبعا زي ما اشارنا في الحلقة الماضية، قلنا انه الحلم بتاع الاطباء انه يبقوا قريبين من مسرح الاحداث، المكان اللي بيحدث فيه الحدث، الحمل، ازاي الخطوات والمراحل. فالمنظار البطن زي ما تحدثنا قلنا الرحم من بره اللي هو الكمتراية المقلوبة ديت وقناتي فالوب والمبيضين وما حولهما من امعاء، ده بنشوف. طب يا ترى الرحم ده من جوه؟ ما هو الجنين بيبقى جوه الرحم، وخاصة ان هو هيعيش 9 اشهر، 40 اسبوع. لازم كلنا قعدنا على فكره جوه الرحم ده 40 اسبوع الا اذا اتولد بولاده مبكره، الا اطفال انابيب بقى. واطفال انابيب برضو يزرع يعني 40 اسبوع. تمام. طب يا ترى ايه اللي جوه؟ نفسنا نشوف. ده كان الحلم بتاع الاطباء، نفسنا نشوف ايه اللي موجود داخل تجويف الرحم. هو ده منظار الرحم. تمام. منظار الرحم ده بيتعمل ازاي؟ من غير اي فتحات خالص. لو كنا قلنا في منظار البطن بنعمل 3 فتحات عند الصوره في الجانبين علشان ندخل الات ومصدر الضوء والتلسكوب، في منظار الرحم بقى مش محتاجين اي جراحه، مش محتاجين اي فتحات. ده من خلال عنق الرحم بحط الاله بتاعتي فيها تلسكوب، والاله دي فيها فتحتين، ممكن حسب نوع الاله، في اله فيها فتحه وفتحتين، بنحط من خلال الفتحه ديت اللي موجوده الات بتاعتي علشان التلسكوب ده انا شفنا، وبالاله دي بقى اقدر اتدخل واعمل اجراءات معينه. تعالوا الاول نقول ايه اللي بنشوفه في تجويف الرحم، ويا ريت المخرج يساعدني يجيب لنا الفيديو الاولاني. تمام. اللي هو هيورينا بقى شكل الرحم التجويف من جوه. طب هنا في سؤال. اتفضل. طب ليه بقى ما نبتديش بمنظار الرحم على طول ونعرف؟ ليه نبدا الاول بمنظار البطن ثم منظار الرحم؟ جميل جدا، سؤال جميل. لكل مقام مقال، وكل حاجه ليها دواعي. نشوف الفيديو. نشوف الفيديو وبعدين كل حاجه ليها دواعي. اما ده تجويف الرحم. تمام. اللي شايفينه زي الريش ده او الخلايا، ده البطانه بتاعه الرحم اللي هي غنيه بالاوعيه الدمويه اللي عاشش فيها الجنين. تمام. مفروض احفظوا الشكل ده، مفروض اما اعمل منظار رحم الاقي الشكل الجميل ده، بطانه تجويف وهو بطانه فيها الخلايا ديت، مفيش، ودي فتحه قناه فالوبه اهي، وهنلاقي الفتحه الناحيه الثانيه، يبقى لا في لحميه لا في ورم ليفي ولا بيت واحد، ما فيش حاجز رحمي. هو ده الشكل الطبيعي اللي هو اما نيجي نعمل منظار الرحم الاقي المنظر ده. تمام. فده الطبيعي. علشان بعد كده ما نشوف فيديوهات التانية هلاقي مثلا حاله الاقي فيه ورم ليفي، الاقي فيه لحميه، اقدر من خلال المنظار الرحم اشيل اللحميه ديت، اشيل الورم الليفي، لو في حاجز، يعني حاجز الاقي بيقسم الرحم نصين. يعني انتوا شايفين غرفه واحده تجويف واحد. تمام. في حالات الاقي حاجز موجود زي حيط كده اهو قاسم الرحم اتنين. فبالتالي ده
يخلي لو الجنين حصل حمل مش هيقدر ينمو ويتسع، ما يجي يكبر مش هيتسع لانه الحاجز ده عباره عن الياف، فبالتالي بنشيل منزرح. نرجع لسؤال حضرتك، ليه ما نبداش منزرح مع بالظبط؟ عشان انا يعني حسب الدواعي يعني. بتاعتي حسب الدواعي، بمعنى احنا مش قلنا اول مرحله في حدوث الحمل هو التقاء البويضه بالحيوان المنوي؟ جميل. يبقى اذا عايز اعرف الطريق والمكان اللي هيلتقوا فيه، هل الطريق ممهد عشان يتقابلوا فيه؟ ايه هو الطريق؟ قناه فالوب. تمام. قناه فالوب زي ما قلنا ادي الرحم، وفي مدخل من هنا وفي مخرج لقناه فالوب. تمام. فقناه فالوب ديت وهنا المبيض، فيجب بيحدث نمو البويضه، بويضه بتخرج تلتقطها قناه فالوب. اذا انا عايز اطمن الاول انه قناه فالوب من بدايتها هنا مفتوحه وقريبه من المبيض علشان تلتقط البويضه. يبقى اذا البدايه ان اعمل منظار ايه؟ في فيديو تاني اهو موجود على الشاشه، هات فيديو تاني اهو بيورينا برضو تجويف الرحم اهو. اهو شايفين بقى دي اللي ممكن نسميها لحميه او ورم ليف اللي اهي، شايفين؟ هاجي بقى ده يعتبر ورم ليف. باجي بآله دقيقه، ده نوع من الاورام اللي فيها، مش قلنا الاورام اللي فيها انواع وان شاء الله اهو. باجي بالآله بتاعتي اهي، دخلتها يبقى تلسكوب وفي فتحه اخش منها بالاله. عارف فكره الاله ده اللي انتوا شايفينها كبيره قوي دي؟ ده حاجه صغننه جدا جدا جدا. اهي. لكن ممكن يعيق عمليه الانجاب. طبعا ما هي وجودها دلوقتي ده بعض الاحيان ممكن يحدث حمل، لكن يحدث اجهاض متكرر. ممكن واحده عندها نزيف حتى اللي هي مش عايزه حمل يبقى عندها نزيف. انا شلته شايفين؟ تمام. ده متوصل بتيار كهربائي، مجرد ما اجي واشيله اهو رجع بقى تجويف الرحم نظيف، ما فيهوش اي حاجه. اجراء بسيط بنعمله المريضه بتخرج، ما فيش يعني بتاخد بتاع حوالي 10 دقائق وساعتين المريضه تروح وتركب عربيتها وتسوق وزي الفل. يعني ممكن 10 دقائق تؤخر انجاب سنين. بالظبط كده. تمام جميل. فنرجع بقى للقصه. يعني معلش انا عايز استكمل موضوع ان احنا ليه ما بنعمل منظار البطن الاول؟ في بعض الحالات ممكن اعمل منظار رحم الاول لو لقيت واحده ما عندهاش دوره شهريه او في التصاقات او التاريخ الصحي بتاعها بيقولوا ان في مشاكل في الرحم. ممكن نعمل الاثنين مع بعض، وممكن نعمل واحد لوحده. يعني مثلا لو احنا ابتدينا بمنظار البطن وشلنا هذا العائق، هل نستدعي ان احنا نعمل منظار رحم ولا خلاص؟ وفي حالات اما بنعمل في نفس السيتنج في نفس الجلسه بعمل الاثنين. تعمل الاثنين. لو انا واجد من خلال التاريخ الصحي وتقييم الحاله حاسس انه هناك مشاكل قد تكون داخل الرحم، فنعمل الاثنين مع بعض. لكن في حالات اخرى عارف ان المشكله عندي في قناتي فالوب والرحم نظيف فقط، مفيش اي حاجه، يبقى مش هستدعي نعمل منظار. لانه لازم زي ما قلنا لازم فتحه قناه فالوب عند المبيض تكون سليمه. جميل. ومفيش التصاقات وقريب من المبيض، وفتحتها في الرحم تكون سليمه. فمن خلال منظار البطن بشوف القناه فالوب سالكه مفيش التصاقات، وبنحقن صبغه اشوف قدام عيني زي ما ورينا الفيديوهات اللي هي في الاسبوع الماضي. جميل. طب حضرتك تفضلت وقلت ان برضو من تلك المشكلات ومن تلك العقبات التي تواجه المراه في عمليه الانجاب هو الحاجز الرحمي. الحاجز الرحمي. من اين ياتي؟ يعني احنا شفنا هنا الرحم وفجاه بتقول حضرتك ممكن يكون في حاجز قاسم الرحم نصين. جه منين؟ طب جه منين؟ اسبابه ايه؟ سؤال جميل. اثناء تكون او نمو او خلق الأنثى داخل رحم أمها، تكوين الرحم ده بيتكون من جزئين، فالجزئين دول مع النمو بيتحدوا مع بعض ويعمل الرحم الكامل. يعني في البداية في بداية النمو الخلايا دي بتتحد في جزء بيتكون الرحم جزئين، فبيبقى نصين وبعدين يتحدوا ويعمل له جزء واحد. بعض أحيان لأسباب خلل وراثي أو أمراض معينة بيجوا لا يتحدوا الجزئين دول، ويبقى يجي بقى بدل الحاجز ده ما يختفيش، وبعض احيان ما يتحدوش خالص ويعمل لي رحم زي رحمين بنسميه رحم ذو قرنين. يبقى هي ديت عيوب اثناء نمو. اما يجي الفيديو اديني فكره. جميل حاضر. بس نوع عنايه الساده المشاهدين ان الاتصال بالدكتور خالد العطيفي، الارقام ظاهره على شاشه بعد الهواء، لو حضرتك حبيت تستفسري عن اي سؤال ارقامه ظاهره على الشاشه. وايضا اللي عايز يتصل بينا ويستفسر عن اي سؤال هنا في الاستوديو الارقام تظهر على الشاشه تباعا. جميل. اتفضل. يبقى اذا رحم ذو قرنين او حاجز رحمي ده خلل في نمو الجنين داخل الرحم. بنعرفه ازاي؟ بداية من التاريخ الصحي، الاقي واحدة والله بيجي لها اجهاض متكرر، نفترض جدلا ان هو يكون في عيب تشريحي اللي هو ايه؟
اما رحم ذو قرنين او تجويف رحم. طب نشخص بدايه التشخيص اللي هو عن طريق اشعه الصبغه. اشعه الصبغه هتبين لي بقى انه ده فيه رحمين مؤلمه ولا حاجه ولا لا لا بسيطه وبتاخد بنج ما فيش اي مشاكل. بنج رصفي ولا كلي؟ لا لا بنج بسيط، بنج كلي بسيط جدا. تمام. فلاقي اما رحم ذو قرنين او في حاجز رحمي. اشعه الصبغه ما بتقدرش تفرق بينهم الا طبيب له خبره معينه، بيجد الزاويه بين القرنين لو هي زاويه غير قائمه يعني منفرجه يبقى دي بفترض انه ده رحم ذو قرنين، لو لقينا زاويه قائمه او اقل يبقى ده بفترض جدلا انه هو ايه حاجز رحم. لكن اللي بياكد الكلام ده حاجه حاجتين مع بعض، اعمل منظار بطن ومنظار رحم. في منظار البطن في حاله الحاجز الرحمي هبص الاقي الرحم في منظار بطن قطعه واحده، رحم واحد. لكن في منظار البطن في حاله الرحم ذو قرنين ده الاقي الرحم مقسوم اتنين او زي رحمين. في منظار الرحم، في منظار البطن، البطن ما اعمل منظار البطن اشوف البطن الرحم من الخارج في حاله حاجز رحمي بلاقي الرحم اهو حته واحده. جميل. واجي اعمل منظار رحم الاقي ايه مقسوم اتنين. ايوه تمام. اما في منظار البطن في حاله الرحم ذو قرنين الاقي ده اتنين منفصلين مع بعض، واجي في منظار الرحم الاقي ده رحم وده رحم ده ليه فتحه وده ليه فتحه. يبقى اذا منظار البطن والرحم متحدين هيساعد لي في تشخيص الحاجز الرحمي او رحم ذو قرنين. لو حاجز رحمي بعمل بقى منظار الرحم اجي رحم، يعني شخصت ولقيت الحاجز قدامي. يا ريت المخرج هيجيب لنا دلوقتي افلام هنشوف ازاي بقطع الحاجز ده. ليه اقطعه؟ الحاجز ده عباره عن الياف غير غني بالاوعيه الدمويه، المفروض زي ما قلنا الجنين ده هيجي يعشش في بطانه رحم بتنمو تدريجيا من بدايه الدوره الشهريه تحت تحفيز هرمون الانوثه والاستروجين وهرمون البروجسترون، بيعمل لي بطانه غنيه بالاوعيه. دي بقى ورم ليفي اهو شايفين اجي اهو اهو حاجه اللي شفناها من شويه بالاله الدقيقه ديت وموصله بتيار كهربائي باجي اهو حواليها باجي عند الجدر بتاعها واشيلها من خلال منظار الرحم. تخيلوا قبل مناظير الرحم دي كنا بنعمل ايه؟ ده كنا نفتح الرحم، بعض الاحيان كنا نعمل من تحت كده زي ايه بنشيلها، لكن كان فيها صعوبه لان مش بنشوفها. وبعض الاحيان كنا بنعمل عمليه جراحيه افتح الرحم من البطن وافتح افتح البطن وافتح الرحم علشان اشيل دي. طبعا بيعقبها دكتور دي فتحة يعني دي مثلا مريضه تكون في المستشفى تاخد لها منظار الرحم. لا لا البطن يعني كان بتاخد لها ساعتين وتقعد اسبوع في البيت او يومين ثلاثه في المستشفى. وطبعا فتح البطن قصه وما ترجعش لشغلها غير بعد اسبوع او اسبوعين وبعض الاحيان فتره. لكن المنظار بقى قد ايه؟ لا منظار 10 دقائق وتخرج وساعتين تروح بيتها تاني يوم تنزل شغلها عادي جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي فتح ولا حاجه اطلاقا. علاوه على انه فتح الرحم في حد ذاته ده بيعقبه التصاقات، فممكن نعالج. دخلت في مشكله ثانيه. مشكله ثانيه. لكن منظار رحم مفيش القصه ديت. يبقى الحاجز اللي قلنا العش ده اللي هو بطانه الرحم دي بتنمو غنيه بالخلايا اللي هتغذي الجنين واللي هيلزق فيها الجنين، والخلايا دي جايه بناء على تحفيز، وفي خلايا اساسيه موجوده في الرحم. هذه الخلايا الاساسيه تدريجيا بتنمو كل دوره شهريه وتنزل في مع الدوره، يعني بدايه الدوره هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه بيبني لي البطانه ديت، ويجي هرمون البروجسترون بعد التبويض يدعم البطانه ديت تاهيلا وانتظار للضيف الجميل اللي هو ايه الجنين. البطانه الحاجز الرحمي ده الياف ما فيهوش الخلايا الاساسيه اللي هي هتستجيب لهرمون الاستروجين والبروجسترون وتعمل لي بطانه قابله لانها تقبل الجنين ويعش. فبالتالي لو جه الجنين وجه على جدار اللي هو الحاجز الرحمي مش هيقعد ايام ولا حاجه وينزل، وبالتالي يحدث اجهاض. لو على انه الحاجز ده في حد ذاته قاسم الرحم اتنين، تخيل غرفه كبيره مقسومه اتنين، فبالتالي الجنين لما يجي ينمو مش هيلاقي سبيس او مكان يتوسع وينمو فيه. اكيد. فبنظر رحم بقى شخصنا ونيجي نقص اللي هيجيبها لنا المخرج ان شاء الله، هيجي نقص بقى الحاجز ده وبالتالي الغرفتين دول يبقوا غرفه كبيره متسعه تقبل هذا الجنين. ده اللي هو الطبيعي بقى. الطبيعي. الطبيعي. بحيث يبدا ينمو 40 اسبوع تحتضنه
وما يبقاش في مشاكل، ما فيش بقى موضوع الإجهاض المتكرر، فيش القصص ديت اطلاق. جميل، يبقى احنا ممكن نعمل منظار بطن ثم يتبعه منظار رحم. طيب السؤال، هل ممكن نعمل منظارين بطن ورحم في نفس العملية؟ بالظبط كده، ممكن نعملهم في نفس الوقت، وده دائما بنعمله اما نعمل موضوع الحاجز الرحمي او التشخيص. في فيديو على هذا دلوقتي اللي شايفينه ده اللي هو التصاقات، بعض احيان بيبقى عندي التصاقات داخل الرحم، ودي سببها ايه؟ بيبقى في التهابات في عنق الرحم، التهابات متكرره، فبالتالي بتدمر لي بطنه الرحم، او يكون في جراحات اتعملت قبل كده في بطنه الرحم، او مرض الدرن، فبالتالي الاقي تجويف الرحم الشكل الجميل. يعني لو فاكرين من 5 دقايق كان الشكل ايه؟ مفيش الكلام ده، فيه التصاقات غير الشكل الجميل اللي شفناه في الاول، بطانه حلوه مفيش اي حاجه، لا ده مليان التصاقات. باجي بالاله بتاعتي اهو، باجي اقطع واقص الحاجات ديت واشيلها علشان ارجع الرحم البيت المكان السفيس ده للوضع الطبيعي بتاعه الجميل، وبعد كده بندي نوع من الهرمون علشان نساعد هذه الخلايا تنمو النمو الطبيعي بتاعها. قبل المنظار الرحم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي بآلات دقيقة من غير ما نشوف، لانه ما كانش في وسيلة، وبنعمل عملية اسمها كحت لهذه الالتصاقات، لكن طبعا قطعا ما كانتش نتيجتها زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، لان احنا قدامنا بنشوف، يبقى عندي قدرة ان اشوف واتدخل واطمئن في نفس الوقت على الحالة، واعمل اجراء دقيق موجه مباشرة للخلل اللي قدام عيني. زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو، ادي بالآلة الدقيقة ديت، هو كده المنظار شغال بقى، ده هو ادي الرحم من جوه. وبالآلة كل ما الاقي حاجة اهو بقصها واقطعها علشان اشيل كل التصاقات ديت، واحول الرحم للحالة المفروض يكون عليها اللي هو مفيش اي التصاقات، مفيش لا لحمية ولا زوائد اطلاقا، زي ما انتم شايفين دلوقتي. بعد كده هبص الاقي الرحم تحول الى مكان جميل مستعد لاستقبال الضيف الجميل بتاعنا، اللي كل برامجنا وايه بالهدف بتاعها ان احنا نصل الى هذا الجنين، عشش ويكبر ويكمل وتحدث الولادة وينور الدنيا. جميل. يبقى اذا زي ما قلنا من خلال منظار رحم هنقص الحاجز الرحم ده لو موجود، التصاقات زي ما شفنا، وبالتالي يبقى مؤهل لاستقبال الجنين. جميل. برضو قبل الفيديو قلنا ان ممكن نعمل 2 منظار، البطن والرحم في نفس التوقيت. وهنا طبيب واحد فقط برضو اللي طبيبه بيبقى معاه المساعد ومعاه المساعد بتاعه. طب ليه احنا ممكن نلجأ الى المنظارين في وقت واحد؟ بالظبط كده، سؤال جميل، ليه نلجأ ليهم؟ لو انا عندي عايز اشخص اذا كان حاجز رحمي مثلا او رحم ذو قرنين، يبقى زي ما قلنا اذا في منظار البطن لازم اعرف يا ترى اللي موجود ده من جوه البطن، يا ترى الرحم مقسوم فعلا في قرنين ولا رحم واحد؟ لو لقيته رحم واحد وانا عندي اشعه بتقول انه في حاجز، ده يؤكد لي ان ده حاجز رحم، يعني عملنا اشعه الصبغه وشايف حاجز، بس عايز اتاكد يا ترى حاجز رحمي ده ولا رحم ذو قرنين. اعمل منظار البطن اشوف بقى، لو لقيته رحم واحد يبقى ده حاجز رحمي، لو لقيت رحمين يبقى ده عباره عن رحم ذو قرنين، لو حاجز رحمي يبقى هنزل بقى تحت في منظار رحم وابدا اشيل حاجز بالطريقه اللي هيوريها لنا المخرج دلوقتي، الاقي الحاجز الرحم وابدا اقص. جميل. اذا مهم في حاله ثانيه، لو انا دلوقتي شاكك انه هناك التصاقات داخل تجويف الرحم، يعني انا عندي مشكله قلنا شاكك في التصاقات في الرحم من بره حول قناتي فالوب، او عاوز اعمل عمليه تثقيب المبيضين علشان مرض زي تكيس المبيضين، او عندي كيس دموي او هيجر بطنه الرحم، او شايفين بقى اهو ده الجميل بقى، ادي الحاجز الرحمي اهو في النص، قاسم الرحم النصين، اجي اهو عن طريق المنظار الرحم والاله بتاعتي اهي دقيقه، بقص انا بقى ايه اهو المنظار الرحم بقصه، شايفين اهو ده متوصل بتيار كهربائي اهو بيقص الحاجز الرحمي اهو، بنقطعه، وبالتالي البيت اللي كان او الغرفه اللي مقسومه 2 هتبقى غرفه واحده اهو تدريجيا. طبعا محتاج خبره ومهاره وتدريب عالي
ان احنا نستعمل هذه الالات اهي اهو اهو الصعود تدريجيا بدقه شديده. بدانا ايه نخش تلاحظوا بعد كده تلاقي الرحم تحول الى تجيف واحد ولاقي الحاجز ده كل شويه خلوا بالكم بتلاقوا ايه بناكل منه اهو بيتقص اهو تدريجيا ده متوصل بتيار كهربائي بتردد معين بالات واجهزه دقيقه خاصه بعد وفي محاليل خاصه معينه بنديها بعد كده لنا وسائل معينه بنعملها علشان نمنع وجود اي التصاقات بعد ازاله الحاجز الرحمي اهو شايفين اهو الدنيا بقى بدات تبان انه رحم تجويف واحد اهو بنقص تدريجيا الاقي لو فاكرين في البدايه كان في مقسوم اتنين فين ما فيش بقى دلوقتي اهو بدا يتحول الى جزء واحد بحاول اهو بستكمل وفي نفس الوقت بطمئن برضه على فتحتي قناه فالوب بعد كده وبص الاقي الفتحتين اللي هو مدخل قناه فالوب داخل الرحم وقلنا ده مهمه جدا ليه؟ عارفين ليه؟ علشان هو ده المكان اللي هتذهب فيه او تسير فيه الحيوانات المنويه من المهبل الى ان تصل الى الثلث الاخير من قناه فالوب وهو ده المدخل اللي هيخش فيه الجنين بعد الاخصاب عند في الثلث الاخير في قناه فلو. جميل. في مدام هدى بعتت على الاس ام اس بتقول طب بالنسبه لعمليه الحقن المجهري هل يفيد عمليه منظار الرحم او منظار البطن في الحقن المجهري ولا ملوش علاقه؟ سؤال خلص. جميل. اولا الحقن المجهري في حد ذاته ده بنعمل الاخصاب خارج الجسم. يعني دور قناه فلوب اللي هو بيحدث فيها الاخصاب داخل قناه فالوب خلاص احنا بنستعيد عنه بنعمله في المعمل. اذا قناه فالوب لا تعنينا. بس بعض الاحيان بعمل منظار البطن وبص على قناه فالوب امتى؟ لو في ارتشاح في قناه فالوب. يعني ايه ارتشاح؟ الاقي قناه فالوب منتفخه وفيها سائل قد يكون السائل ده في ميكروب في دم في صديد. فاحنا قلنا ادي قناه فالوب وادي الرحم. وجود الارتشاح بتاع قناه فالوب ده هيخلي السائل ده ممكن يكون في اتصال مباشر بينه وبين الرحم. يبقى اذا السائل ده سواء بكتيريا او ميكروب او دم او صديد هيجي في الرحم. انا هحط الجنين في بيئه في وارد يكون فيها هذا الموضوع. يبقى اذا لو انا شخصت حاجه زي كده وهعمل حقن مجهري قبل ما اعمله بعمل منظار البطن عشان اقفل او اقطع قناه فالوب علشان امنع اتصال القناه ديت بالرحم وبالتالي امنع وصول السائل ده الا تجويف الرحم بعد نقل الجنين. يبقى اذا بيساعدني في حاجه زي كده. بيساعدني منظار البطن برضو قبل تاهيل الحقن المجهري في حالات تقييم المبيضين في حاله مثلا هيبقى عندي اكياس دمويه هيجرد بطنه الرحم. لابد ان انا ازيل الاكياس ديت علشان نساعد ان احنا بعد كده ينمو الحويصلات تنمو النمو الطبيعي بتاعها واقدر اخد البويضات من المجاس المهبلي. يبقى اذا هتساعدني في موضوع قناة فالوب هتساعدني في المبيضين. طب منظار الرحم بقى يساعد برضو قبل الحقن المجهري؟ طبعا يساعد برضو. هو مش الرحم دايما جوه هو اللي احط فيه الجنين؟ اكيد. يبقى اذا عايز اطمئن على تجويف الرحم بس ومش هو قاعده مش روتين وورك. يعني مش معنى ان كل حاله حقن مجهري لازم اعمل لها المنظار الرحم في الاول. بنعمله في حالات خاصه. لو من البدايه انا شاكك في حاجه في بطن في تجويف الرحم لو عامله اشعه وشايفين حاجه عاملين سونار وشايفين حاجه لو حاله عملنا لها حقن مجهري وحدث فشل عدم حدوث الحمل اكثر من 3 مرات يبقى اذا لابد اطمئن على تجويف الرحم ده فبنعمل منظار رحم قبل ما نعمل حقن مجهري. جميل قوي. برضو في سؤال اس ام اس من انسه مها 23 سنه. انسه مها 23 سنه القاهره اعاني من عدم انتظام الدوره الشهريه وهذا من بدايه سن البلوغ. طبعا هو بعيد عن الحلقه ولكن هو جانا الاس ام اس ده لانه جيب علشان عايزين نسال الساده المشاهدين. اولا في انا سعيد بالسؤال ده وسعيد بيها انها تهتم بنفسها. لانه احنا تحدثنا في الحلقه السابقه ان هو مفيش خجل ولا كسوف بالنسبه لانسه ان هي تروح لطبيب بالظبط. ده اللي انا عايز اكد عليه بالظبط. فعلا انسه وعندها اضطراب في الدوره الشهريه. تمام. في اعتقاد عند الناس تقول لك ما تروحش عند دكتور نسا وفي اعتقاد تاني يقول لا ما حدش يدي هرمونات ويلعب في هرموناتها ومفيش كلام ده. لا. وجود اضطراب الدوره الشهريه
وسواء ما بتجيش او بتيجي متلخبطه لابد نعالجها، لانه لو سبناها هيتحول الى عدم تبويض مزمن واضطراب مزمن، والاضطراب ده معناه في خلل هرموني وممكن يحدث احتقان كمان. هيحدث احتقان، يحصل الم. هذه الهرمونات بتاثر على بطانه الرحم فتعمل لي مشاكل، فاذا لابد من العلاج. انصحك يا نسا ما لابد تشوفي دكتور نسا، علاجها بسيط ان شاء الله، بس بعد تشخيص الحاله في مجموعه تحاليل هرمون معينه هيتعمل عده هرمونات وتقييم حالتك، وبالتالي ندي العلاج علشان يساعد على انتظام الدوره الشهريه. انتظام الدوره الشهريه دي المرايه بتاعتنا لما يحدث للتغيرات للهرمون، فاللي بيعنيني ما وراء هذا الخلل اللي هو عدم الانتظام، عايز اعرف المشكله ايه واعالجها علشان بعد كده ما تتجوز ان شاء الله بيحدث الحمل ميبقاش فيه مشاكل، وحمايه ليها من امراض اخرى مش مجرد الحمل، حمايه ليها من امراض اخرى مش عاوزين نقلق المشاهدين. طب جميل. طيب قلنا ان يعني منظار ايضا الرحم بيعالج الحاجز اللي هو بيبقى متواجد في الرحم جراحيا من شيء، وايضا هناك الورم الليفي بالظبط كده. تفضلت برضو قلت ان منظار الرحم بيعالج الورم الليفي. ازاي بيعالجه؟ الاورام اللي فيها احنا قلنا انواع، هنرجع للرحم اللي هو الكمتران المقلوب، ادي الرحم اهو. الاورام اللي فيها قد تكون خارج الرحم من الجدار بتاعه الخارجي او في عضله الرحم او جوه الرحم. جميل. منظار الرحم هيستأصل لي الورم الليفي اللي جوه الرحم ده. تمام. بآلات خاصه زي ما شفناها، بنخش من غير فتح ولا حاجه، باجي اقطع الورم الليفي واشيله. ولا مفيش حاجه اسمها علاج دوائي للورم الليفي، الورم الليفي استئصال. لازم. تمام. بس حسب نوعه، لان في نوع معين اسيبه ما عالجوش، يعني لو لقيته قادر الرحم. لو صغير؟ لو صغير وخارج مثلا من جدار رحم الخارج، يعني قادر الرحم. تمام. وادي ورم ليه في مباراه، لا يعني ان في شيء. حتى لو كان صغير. يعني حتى لو كان كبر شويه بس خارج. لو كبر بقى شويه واصبح بيأثر على الاعضاء المجاوره ليه، لان هنا في امعاء، في قولون. وفي الحالف، لو بدأ يأثر عليهم يبقى لابد من التدخل. يستأصل. لو هو في حد ذاته بدأ يضغط على عضلة الرحم وبدأ ينبعج في بطانة الرحم من الداخل، من الداخل هيعمل لي يأثر على شكل تجويف الرحم ويأثر على الدموية الموجودة وتدفق الدم داخل الرحم، إذا لازم أشيله. جميل. طب قلنا برضو من تلك المعوقات التي تعيق عملية الإنجاب، قلنا الالتصاقات وقلنا أيضا اللحمية. حتى ننكم قبل الهوا كنت بتحدث مع حضرتك، قلت اللحمية، هل هناك لحميه في ما هي اللحميه اللي هي بنسميها ايه؟ هي مسميات مختلفه، على احيانا زي بدايه تكوين ورم ليفي او زائده معينه لحميه. فدي او لوفه، لها مسميات كثيره. اللحميه بتبقى جزء صغير جدا، فمن خلال منظار الرحم بنستأصلها وما بتاخدش 5 دقائق وبتخرج المريض. جميل. برضو في سؤال اس جالنا بتقول استعمل استاذه هاله، استعمل حبوب تنظيم الاسره ولكن اصبحت مصابه دائما باوجاع في الصدر وصداع، هل موضوع وسائل منع الحمل عن طريق السم ممكن تجيب لها تلك الالام؟ والله في بدايه استعمال اقراص منع الحمل نتيجه الهرمون، مفيش حاجه من غير اثار جانبيه. بيبقى بعض الاحيان بتعاني الناس، بتعاني شيء من الصداع، الم في الصدر، فلابد بقى من تقييم الحالة تقييم كامل، لأن احنا في وسائل تنظيم الأسرة أو تأجيل حمل، أحب أسميها تأجيل حمل، وسائل كثيرة جدا، فكل حالة حسب تقييم الحالة الصحية بتاعتها، حسب التاريخ الإنجابي، حسب تخطيط الأسرة بتاعها، بختار لها الوسيلة بتاعتها المناسبة من ناحية هتأجل الحمل بنجاح زي ما أنا عايز، وآثار جانبية بسيطة جدا أو مفيش، ومفيش مضاعفات. فمن خلال تقييم الحالة أنا أنصحها طبعا لابد تراجع الطبيب علشان هيطمئن على الثديين، سواء بالفحص أو بإجراء موجات صوتية، علشان نعرف الثديين إيه المشاكل اللي فيها، ونشوف موضوع الصداع نستبعد، لأنه قد يكون ليس له علاقة بالأقراص، يعني ممكن يكون فيها عندها أنيميا، ممكن ارتفاع في ضغط الدم، ممكن أسباب أخرى، فلابد نشوف المشكلة إيه، هل لها علاقة بالأقراص ديت، ولو لها علاقة يا ترى هنغير ولا ندي. احدى برضو المشاهدات كانت سالت سؤال بتقول هل انا يعني حملت 3 مرات وتم الاجهاض شهر كام؟
هي ما قالتش. هي ما قالتش في شهر كام، ولكن بتقول ان هو تم الاجهاض ثلاث مرات. ولما شاهدت الحلقه السابقه بينه وبين حضرتك بالنسبه لمنظار البطن فقالت ممكن منظار البطن يعالج تلك الحاله ام منظار الرحم في عمليه الاجهاض المتكرر؟ الاجهاض المتكرر احد اسبابه وله اسباب كثيره جدا. يعني قلنا بدايته اسباب تشريحيه. يعني ايه اسباب تشريحيه؟ يعني الرحم ده اللي بيعشش في الجنين قد يكون هناك فيه مشاكل تمنع تعشيشه او تمنع نموه. ازاي؟ لو في حاجز رحم، لو في لحمي، لو في ورم ليفي، لو هو رحم ذو قرنين، اي من الاشياء دي بنسميها اسباب تشريحيه، يعني اسباب في تكوين الرحم، في شكل الرحم، في فبالتالي لابد ان احنا نتدخل. في فيديو اخير على الهواء معانا يا دكتور. الفيديو اهو معانا. ده عباره عن ايه؟ ده برضو حاجز رحم، شايفين اهو. بقطعه، شايفين بالاله بتاعتي، اله ثانيه اهو. عن طريق بقى موصله بتيار كهربائي بقطع الحاجز الرحم، شايفين؟ بدقه شديده وخبره طبعا. باجي اقصه ويتحول الرحم الى غرفه واحده. مفيش بقى التليف، مفيش الحاجز ده. تلاحظوا انه الحاجز ده عباره عن الياف اهو. والتيار الكهربائي بالتردد خاص معين واجهزه خاصه بيقطع فيه كانك بتقطع كده في حته جبن. ليه؟ لانه تردد معين وخاص موجه للهدف ده. وبمهاره ودقه باجي اضع الاله فتبدا تقص او تقطع بلا نزيف. مش لاحظين دلوقتي مفيش دم. ليه؟ لان بتقطع وتكوي في نفس الوقت. تيار كهربائي بتقطع، عشان كده بلاقيش نقطه دم. طب ازاي الواحد يقطع في انسجه مفيش دم؟ اولا هي الياف، ثانيا ان هو بيكوي مباشره فلاقي مفيش نقطه دم اطلاقا موجوده. بقطع وفي نفس الوقت بتكوي، وبالتالي ما يعقبهاش اي مشاكل اطلاقا. برضو زي الحاجه اللي شفناها دي نعملها بتاخد 10 دقائق وبتخرج المريضه، ونبدا بعد كده بنديها 3 شهور، ما بنسمحش الحمل على طول، بندي بعض الادويه 3 شهور عشان نساعد على بناء وعوده الرحم لوضعه وشكله الداخلي الطبيعي. يعني الانسجه والخلايا اللي احنا بنقول عليها اللي هي هيعشش فيها الجنين بنحاول نبنيها تاني ونساعد انها تستجيب لهرمونات الانوثه، فبالتالي بندي بعض الهرمونات وبعض الادويه واجراء معين عشان نمنع وجود الالتصاقات. وبعد 3 شهور بنساعدها على الاستعداد او التاهيل للحمل. جميل جميل. طب هل في اي اضافه بالنسبه للمناظير التي تؤدي او المناظير الجراحيه التشخيصيه زي ما في تقدم دلوقتي كبير في علم الرحم؟ هل هناك اضافات بيعملها المناظير حاليا غير اللي احنا عليها؟ في اضافات كبيره كثيره جدا. استعمال الليزر كل يوم في تقدم في الالياف الضوئيه. وكلما تقدمت بتحسن له الرؤيه والمنظر. ودلوقتي الروبوت بيستعمل، اللي هو الانسان الالي بيستعمل كمان في جراحات الروبوت في مناظير البطن بدقه متناهيه جدا جدا. ففي تقدم من ناحيه اكتشاف الالات الدقيقه اللي هي بقى لها جوينتس، يعني بقى لها اكثر من دور فيها اكثر من جزء بحيث يساعد انه يقطع ويكوي في نفس الوقت، يتحرك في اتجاهات مختلفه. لانه في برضه في قصور في بعض الالات مش بتساعدني ان انا اصل زي ما انا عايز، اضطر استعمل اكثر من اله. فهو دلوقتي التقدم في صناعه الالات الدقيقه، وفي الرؤيه داخل تجويف البطن وداخل تجويف الرحم عن طريق التقدم في الالياف الضوئيه. جميل. ننوه عناية السادة المشاهدين بالاتصال بعد الهواء مباشرة شخصيا مع الدكتور خالد العطيفي. الأرقام ظاهرة على الشاشة بعد الهواء مباشرة. وأيضا اللي يحب من حضراتكم اللي هو يتصل عبر الهواء، الأرقام تظهر على الشاشة تباعا. طيب لو احنا قلنا ان احنا تحدثنا عن عدم الإنجاب أو تأخر الحمل ودور المناظير الجراحية والتشخيصية في علاج تأخر الحمل، والحمد لله رب العالمين هذه السيدة التي ذهبت إلى الطبيب وشخص الحالة تمام وعالج الحالة ولكن حدث حمل. هناك عايز انتقل بس في جزئية، لأن في كتير من السادة المشاهدين والمشاهدات اتصلوا بينا، ولكن هنتكلم بعد الفاصل عن عندما تحمل هذه السيدة بفضل من الله سبحانه وتعالى هل هناك مخاطر للحمل؟
هنتحدث مع ذلك مع الدكتور خالد العطيفي، ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير بإذن الله، انتظرونا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري.
عليكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل، واحب ان انا احيي مره اخرى وارحب بالدكتور خالد العطيفي استشاري جراحه المنظر والحقن المجهري وامراض النساء. وكنا بنتكلم قبل الفاصل ان الحمد لله رب العالمين هذه السيده اللي عملت المنظار، منظار البطن ومنظار الرحم، وكان هناك عده عوائق وعقبات في طريق الانجاب، والحمد لله بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى شفاها على يد احد الاطباء وعلى يد الدكتور خالد العطيفي. لان في رساله جت لنا اثناء الفاصل من الاستاذه ايمان بتشكر الدكتور خالد لانها عملت عمليه منظار رحمي ومنظار بطن، وكان هناك عده عوائق، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الدكتور خالد هي الان حامل، والف مبروك وربنا يتمم لك يا رب بخير يا مدام ايمان. وشكرا لحضرتك، هي بتشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا، فضل الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لها كل التوفيق وان يتم عليها الحمل بخير. امين يا رب، امين يا رب العالمين. وطبعا بقول انت طبعا يا مدام ايمان ربنا يتمم لك على خير، ولكن طبعا يا مدام ايمان لازم ان انت تتابعي مع الطبيب. ليه؟ لان اذا حدث ان شاء الله بفضل الله حمل، وكثير من النساء اللي حدث لهم حمل بعد فتره عدم انجاب فتره كبيره لابد المتابعه، لان هناك مخاطر للحمل. أنا عايز أتكلم يا دكتور عن برضو مخاطر التي تحدث للسيدة أثناء الحمل، منها الأنيميا. السيدة التي تعاني من الأنيميا، الأنيميا طبعا مفهوم بها أنها فقر الدم، تمام؟ هل التي تعاني، السيدة التي تعاني من الأنيميا، هل ممكن يبقى في خطر بالنسبة لحملها؟ هو سؤال جميل حقيقي. الحمل أولا احنا بنقول دي حالة مش مرض، الحمل في حد ذاته ده مش مرض، حالة فسيولوجية، شيء مرحلة بيتعرض لها الإنسان وبيسعى عليها، مش مرض في حد ذاته، لكن محفوف بالمخاطر. وفي تغيرات اللي بتبقى موجودة أثناء الحمل تبقى عبء على الإنسان أو على الأجهزة بتاعته. علشان كده لابد زي ما احنا بنقول الاستعداد للحمل والاستعداد للولادة كمان. الاستعداد للحمل إزاي؟ إن كل إنسان صحته كاملة سليمة، لا يعاني من اي مرض، سواء انيميا سواء سكر ارتفاع ضغط الدم. لابد بننصح انه كل سيده في مرحله الاستعداد للحمل يكون كل اجهزه جسمها وجسمها خالي من الامراض بقدر الامكان، ولو في مرض تعالجه. لو جينا لقصه الانيميا وفقر، يعني ايه انيميا؟ انيميا اللي هو في نقص في نسبه الهيموجلوبين في الدم. طب ايه هو الهيموجلوبين؟ عايزين نقرب للناس ونفهمهم. الإنسان علشان يعيش والأجهزة بتاعته تشتغل بكفاءة زي ما العربية بتمشي، يبقى عايز طاقة. زي العربية بنديها بنزين، الإنسان عايز طاقة. الطاقة دي بتيجي من خلال التمثيل الغذائي، الأغذية اللي احنا بناكلها، الأكل اللي بناكله ده علشان الإنسان يستفيد بيه ويطلع طاقة في عملية اسمها التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي علشان يتم محتاج أكسجين. الاكسجين ده علشان يصل للاجهزه اللي هتعمل تمثيل غذائي ديت، عايز حاجه يتشال عليها اللي هو الهيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين لو قل نسبته اللي هو بنسيب انيميا، يبقى نسبه الاكسجين اللي هيشيله قليله، وبالتالي مفيش اكسجين هيصل للخلايا اللي هتعمل تمثيل غذائي، وبالتالي هيبقى في خلل في التمثيل الغذائي، وبالتالي مفيش طاقه هتطلع، يبقى القلب مش هيشتغل بكفاءه، الجهاز الهضمي هيشتغل مش بكفاءه، الرحم في حد ذاته، يبقى كل اجهزه الجسم، ويبدا يعاني من الانيميا. يقول لك انا تعبان، نبض القلب كتير، ما اقدرش اطلع سلمتين، ما اقدرش امشي، النفس. حسب درجه هذه الانيميا، قد تكون درجه بسيطه، درجه متوسطه، درجه شديده. الوقايه خير من العلاج، مقوله من قديم الازل ومتجدده وستبقى. الانيميا الحاجات اللي هي في حد ذاتها نقدر نقي نفسنا، ونصيحه اقولها للناس في بدايه حياتنا، الاطفال، اطفالنا نقيهم من الانيميا. يعني العادات والسلوكيات السيئه في التغذيه بتخليني اما يعني من ضمن اسباب، احنا قلنا عرفنا ايه الانيميا، طب اسبابها ايه؟ اسبابها اما عدم اخذ النسبه المطلوبه من نسبه الحديد، لانه الهيموجلوبين ده بيتكون من احد مكوناته حديد، يعني مش باخد اغذيه مناسبه، خلل في الغذاء، او عدم استفادة الجسم الغذاء اللي بياخده، او الغذاء اللي بيخش بيحصل مشاكل فيه فما بيستفادش الجسم. كل حاجة ليها ايه؟ تشخيص وعلاج
لكن حاسس انك انت عايز تقول البرنامج قرب. هو فعلا المخرج الجميل بيقول لي فاضل دقيقه هنستكمل في حلقه ده، بس انا اقول له ايه راي حضرتك برضه اتباع النظام الغذائي السليم والانماط الصحيه في اختيار نوعيه الاكل. الانيميا في حد ذاتها ناكل كل حاجه خضره، كل حاجه خضره ناكلها علشان ديت هتفيد الجسم. طب ايه رايك حضرتك برضو ان شاء الله نتواصل مع حضرتك في حلقه يعني منفصل كده عن مخاطر الحمل بقى، الانيميا الحمل هنتكلم سكر الحمل التسمم والحمل الامن بقى، عايزين السيده يبقى في حمل امن تسعد بيه علشان نستكمل الرحله بتاعتها. نتواصل مع حضرتك في حلقه ثانيه يعني ان شاء الله على وعد. شكرا ان شاء الله باذن الله. شكرا على وجودك معانا الدكتور خالد العطيف استشاري جراحه المناظير والحقن المجهري وامراض النساء، وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. انتظروني غدا في حلقه جديده وبرنامج العياده مع اطيب امنياتي وارق تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.